الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد النهارده. روتين بقى غسل التلاجة، هنغسلها كده بقى ونظبطها. هي يعني احنا لسه غسلينها في العيد، بس حبيت ان انا اغسلها معاكم تاني علشان ما تلحقش تتوسخ قوي، عشان تبقى نظيفة كده. فهبدأ بقى اوريكم كده، يعني مثلا شايفين هنا في بواقي حاجات كده اهو. ده مكان انا كنت حاطه مفرش، فكنت بلزقه بقى بطرفه عشان ما يتحركش اهو. هنغسل بقى كل ده كده، شايفين بقى الفتافيت دي والحاجات دي. معايا هنا درج التلاجة اهو، هو الدرج بتاعي. التلاجة عندي 3 ابواب، باب هنا وباب كده في النص اللي هو التلاجة العادية الفريزر فوق، وبعدين في النص التلاجة العادية، وبعدين الدرج بقى بيتفتح كده اهو. شايفين برضو مكان الاكياس بقى والخضار والحاجات دي اهو. فهبدأ بقى اغسل معاكم وانضف كده. يلا بينا بقى نحضر الصابون. هنا معايا جبت طبق اهو، احط فيه بقى شوية صابون سايل، اي صابون عندك. ومعايا هنا اسفنجة عادية خالص. بحب اغسل بالاسفنجة عشان بتلم كويس، وبعدين بتشرب المية جامد قوي، وبعدين اعصرها يعني براحتي. هزود بقى عليه مية، معلش الصوت ده بقى طيارة معدية من جنب من فوق، فالصوت جاي من الشباك. ظاهر ان الطيارة قريبة جدا لنا، عشان كده الصوت بتاعها صعب. ويا حبايبي كده شايفين اهو، مش عايزة المرة دي احط اي حاجة تانية. في تكاية بس بحب اعملها معايا هنا. دي مية، شوفوا لسه سخنة ازاي. دي باخد الموالح، اذا كان ليمون، برتقان، يستفندي. مثلا حتى لو انتي منشفه الاستفندي والبرتقان، قشر الاستفندي والبرتقان، باخده برضك واغليه واخد الميه بتاعته. فهي غامقه علشان انا منشفاهم، منشفه البرتقان والاستفندي القشر بتاعهم، علشان بس بحب الميه بتاعتهم. الميه دي هحطها هنا كده. بصوا بقى بتدي ريحه جميله جدا، ريحه بقى معطره كده بالحوامض، وبتدي لمعان وحاجة جميلة. الكلور بيشقق التلاجة، لكن الشاي واو، الريحة تحفة. حط بقى الاسفنجة كده، شوفوا بقى بتعمل رغوة. الاسفنجة نفسها بتعمل رغوة جميلة جدا، غير ما بتستعمل وناعمة وبتبقى حنينة على التلاجة. مش عايزين سلك بقى ولا حاجات خشنة. هبدأ هنا بقى اشيل الرفوف دي، هحطها بقى في الحمام او في حوض المطبخ، ايا كان المكان اللي بتغسلوا فيه. هنزلها واحدة واحدة كده واشيلهم عشان اغسل التلاجة، وبعدين انا بغسلهم هناك واجي اركبهم بقى. واخد برضو بتوع البيض دول، الأرفف دي كمان. اي رف بتاع الباب بتاع الازايز دي اهو اهو. شفتوا بقى كده التلاجة اللي باب، شفتوا مهما يكون برضو بيبقى ما بين الأرفف يعني ايه، حاجات مش نظيفة برضو. مهما يكون شكل التلاجة نظيف، لكن نعملها كل فترة علشان الحاجات دي. يلا بقى نبتدي حبايبي كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نغسل كده اهو اي حاجة من دي كده، نغسل وننزل كده. شايفين بقى الاسفنجة حنينة جدا جدا على التلاجة عشان ما تشققش مننا، وتنها كويسه ونحافظ عليها.
لما تكون ايدينا في الحاجة على طول. انا نسيت، طب هسيبه احط عليه لان ده رف هنشيله كمان، بس هحط عليه بس الطبق اللي انا هحطه فيه الصابون. ايدينا لما تكون في الحاجة على طول يا جماعة يعني ما تتوسخش بسرعة وتعيش اكتر. اي حاجة لازقة من ايدينا بقى كده نطلعها عشان ما بنستعملش سلكة، واطلعها بايدي لان طبعا مش انا اللي بستعمل التلاجة لوحدي، يعني البنات بيستعملوها معايا، فانا بقول لهم روحوا ودوا كذا او اعملوا كذا، فطبعا ايديهم لو مش نظيفة او مطرح اكل وشالوا الطبق الاول قبل ما يغسلوا ايديهم مش عارفة، بس استعمال ست البيت خلاف ما يكون الاطفال برضو، فبلاقيها ملحوصة على طول، بالذات الايدين بتاعت الباب من برا الابواب التلاتة، يعني لما اجي اعملهم الابواب التلاتة بتلاقيها متوسخين من برا، فما بتبقاش كويسة. ده درج اهو، ده بيتحط فيه لو انتي حتى الصورة مبينة كمان اهو، لحوم او اسماك مطلعاها من الفريزر وعاوزة تفككيها او تحتفظي بيها كده، ان هي مثلا هتطلعها تاني يوم بنزلها من قبلها وتحطها فيها، كفت بقى اي حاجة، اي حاجة هتطلعها من الفريزر وعايزاها تسيبها لتاني يوم مثلا هتطلعها من بالليل، فبنحتفظ بيها في الباب ده. هنا بقى افتح الدرج كده هنزل الطبق، ومعايا هنا قطع لازم اشيلها، بشيل ايه؟ بشيل دي برضك، دي مكانها هنا بيفصل التبريد، شايفين برضك الاماكن هنا بيفصل التبريد، يعني مثلا لو هي محطوطة بتودي الاتجاه ده كده مثلا يبقى فاتح على التبريد تحت كده يبقى قافل على التبريد، فدي بتقفل وتفتح للدرج اللي تحت، تهوية للدرج اللي تحت عشان يوصل له التبريد. وده رف اهو، ده بقى الجزء ده اهو ده بيعمل كده، بيبقى لما بيدخل كده بيبقى فاصل ما بين التلاجة نفسها والدرج، اما عاوز بقى انضفه بخرجه كده اهو، بيقفل كده على الدرج، يعني انا بفتح الدرج اهو بيقفل عليه كده وبيفتح من هنا كده يبان كده، عايزه انضف تحت التلاجة تحت الدرج، يعني ده بيوسع لي كده مكان تحت الدرج من هنا اهو. انا هقفله بقى عم امسحه من بره، نغسل من هنا جميع الاماكن نوصل لها علشان تبقى الغسلة دي غسلة بقى بالاماكن كلها كده نظيفة زي الفلة، التلاجة تبقى ريحتها جميلة تفتحيها كده تتبسطي قوي من شكلها. كمان بقى اغسل الدرج بصوا حبايبي، غيرت الميه اهي وجبت ميه نظيفه خالص مش عليها صابون اهو، بنشف بقى الاسفنجه خالص كده اهي، ميه اهي، مش عارفه الاضاءه كانت عامله كده ليه، انا ظبطتها
فميه نظيفه خالص اهي، وبنشف الاسفنجه خالص. ندخل بقى كده مكان ما عملنا الصابون، نمسح بقى كده وننزل كل حاجه بميه نظيفه. الناحيه التانيه ناخد كمان اهو ونخرجه بره كده. هو لغط اهو، نمسحه من جوه اي حاجه فيه. نجيبه من هنا بتاعة اللمبة، لازم نشبك كده مش عارفة ايه. هي ثابت ونشف مكان كل حاجة كده خالص. هجيب فوطة برضو بعد ما اعمل كده، اعمل بالفوطة اهو شايفين ده الدرج التلاجة من جوه كده خالص كده. نشف نغير برضو ونحط في المية النظيفة، نعصر كده عشان تدنها نضيفة في ايدينا. وفي الباب كمان معايا بقى فوطة اهي، طبقتها كده. يلا بينا ننشف فوطة قطن علشان تشرب المية، اي مية في التلاجة تشربها. نعمل برضو كنا كده اهم حاجة مكان الايدين من هنا كده. طبعا البلاط اتنيل المية، بس انا تنيت السجادة كده وبقوم منشفها حواليها، مبتعمليش اي حاجة خالص عادي، يعني مش بعمل مية كتير ولا بغرقها مية. اهو حبايبي بعد ما خلصت خلاص بقى كده نشفت وحطيت الفيشة. هخليها بس شوية صغيرين قبل ما ارص فيها الحاجة، علشان درجة البرودة بس لو في اي حاجة نسبة مية او اي حاجة توديها. اهو فرشت المفارش بتاعتها تاني وهذا اهو رصيت الباب. هقفلها بقى اهي، هقفلها واسيبها بقى لغاية ما يعني حوالي 5 دقايق 10 دقايق بعد ما اشغلها، وبعدين ارص فيها الحاجة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، وكل واحدة تقوم تتشطر وتغسل تلاجتها. يلا بسرعة، فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.